إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى مع المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم مع الموضع الخامس وهو قصة الهجرة، قصة الهجرة. قال المؤلف: قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. طيب، هذا الموضع يا إخواننا من قصة الهجرة. والهجرة في اللغة من الهجر وهو الترك، والهجرة في الشرع هي ترك بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين من أجل الدين. والبلد تسمى بلد إسلام أو بلد كفر بما يغلب عليها أو بما يسود فيها، لأن المصطلحات يا أخوانا فيها تلاعب. الآن عند التكفيريين السروريين يتلاعبون بهذه الألفاظ، يقول لك لا بد تهاجر من السودان. ليه؟ يقول لك دي دار كفر. لماذا؟ السبب شنو؟ يقول لك يحكم فيها بالأحكام الوضعية. إذن ما دام ما يطبق الإسلام كله، إذن هذه الدار دار كفر، إذن لا بد من الهجرة منها. وهذا الكلام غلط يا إخواننا، لأن الدار تكون دار إسلام ودار كفر باعتبار ما يغلب ويسود عليها. شرائع الإسلام مطبقة، الإنسان يجاهر بشرائع الإسلام، يجاهر بالصلاة، يجاهر بالصيام، يجاهر بشرائع الدين،
من الحجاب من غيره من الشرائع إنسان يجاهر بها فهذه البلاد بلاد إسلام. وما يلزم من كون البلد فيها كفار قول في كفار، ده ما معناه إنه البلد دي بلد كفار، لا، لقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ده بيت منه لوط عليه السلام. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت ده كله ربنا سماه شنو؟ بيت بتاع شنو؟ مسلمين، مع انه زوجة لوط كافرة. استدل بهذا العلامة العثيمين على ان الدار تكون هي دار اسلام بما يغلب عليها، لانه هنا فيه كافرة، امرأة كافرة في البيت ده، لكن مع ذلك ربنا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الدليل وهذه المسألة. طيب الهجرة، معلوم يا أخواننا عندنا هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة فرارا بدينه. القصة المطلوبة عندنا هنا إنه من الصحابة، لاحظ من الصحابة من لم يهاجر وبقي في مكة، بقي مع أهله ومع ماله، ما هاجر. طيب لما جاءت وقعة بدر خرج المشركون للمعركة وأخرجوا معهم من بقي من المسلمين، أخرجهم كارهين، بقوا في جيش بتاع الكفار، أخرجوا كارهين. طيب بعضهم قتل بالرمي من بعيد، الصحابة ما يعرفوا دم نزاته، من بعيد رموم فماتوا. فالصحابة تألموا لما علموا أنهم قتلوا فلان وفلان وهم معدودون من المؤمنين، قتلوا في جيش الكفار لأنهم خرجوا كارهين قاعدين جوا الجيش. طيب الصحابة لما تألموا لذلك أنزل الله تبارك وتعالى في هؤلاء آيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني شنو؟ يعني في حال يتوفتهم ده كانوا ظالمين نفسهم، ظالمين بشنو؟ ببقائهم مع المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة، ربنا ما قال كفار، انتبه، ما كفار، ظالمي أنفسهم. طيب يسألون، ما سألهم عن إيمانهم، ما قال لهم إيمانكم كيف، أنتم مؤمنين مصدقين، لا ما سألهم، لأنهم مؤمنون. قالوا فيما كنتم، يعني لما الملائكة توفتكم فيما كنتم، أنتم وين؟ سألهم من المكان، انتبه، لأن المؤلف داري يوصلك لفائدة مهمة، ألا وهي لا يكفي فقط أن تعتقد الشهادة وتعمل بها وتدين بها، إنما يلزمك أمر آخر، ألا وهو يا أخوانا تهجر مكان المشركين إلى مكان المؤمنين. متى ما كان الإنسان غير قادر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة. عشان كده دل سألهم، قالوا فيما كنتم، انتوا وين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذروا بشنو؟
بالاستضعاف. مستضعفين، يعني ما بنقدر نبقى في مكة والمشركون ده طالعين للحرب بتاعتهم إلا بياخدونا معهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة تسألهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لاحظ، مع إنهم مؤمنين أو مؤمنون، ربنا قال أولئك مأواهم جهنم. تبع المسألة عظيمة كيف، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في استثناء بعد ذاك، الاستثناء منه قال إلا المستضعفين، ديل اللي بجد مستضعفين ما يقدروا يهاجروا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما يقدر يهاجر مستضعف، امرأة تهاجر كيف؟ الولدان الصغار ما يقدر يهاجروا، والكبار في السن من الرجال ما يقدر يهاجروا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب، البعض من الصحابة ده عوقب، ليه عوقب؟ لماذا يا أخوان؟ لأنه ما هاجر مع قدرتهم على الهجرة، بقوا مع المشركين. طيب، هنا المؤلف يقول فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم. لاحظ، لأنه في ناس بيعتذروا باعتذارات، الملائكة بيقول لهم كذبتم، قال لم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، لأنه دين مؤمنين صادقين يا أخواننا، مؤمنين وصادقين في إيمانهم، لكن ما وقعوا فيه من الخطأ إنهم جلسوا في مكة مع الكفار ما هاجروا مع المؤمنين، رغبة في الماء في أموالهم وفي أهلهم. طيب، قال بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قاصدين شنو؟ زول ما أدري العلم يعني. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الكلام ده يا أخواننا علاقته شنو أو ارتباطه شنو بالموضع اللي احنا فيه؟ كلام الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب
وصدقته الأعمال، ما وقر في القلوب اللي هو شنو هنا مقصود به؟ أي عبد العزيز أها. أيوة. إذن ما وقر في القلوب من التوحيد ومحبة التوحيد ونصرة التوحيد والسنة ومحبته تصدق الأعمال. الأعمال المقصودة في الموضع ده هنا شنو؟ الهجرة. الهجرة، لأن الإنسان مهما كان معه من الإيمان والتصديق، لاحظ دل هنا لما قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم سألهم قالهم شنو؟ ما قالهم ما تصديقكم وما إيمانكم. ليه؟ لأنهم مؤمنون يا أخواننا، هم موحدون، لكن سألهم شنو؟ فيما كنتم؟ المكان فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما قالوا لهم كذابين، لأن ما بيكذبوا، ما كذابين، كنا مستضعفين في الأرض. سألهم قال لهم شنو؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت لو مستضعف ما قادر تظهر دينك ها؟ وما قادر تقيف تقول كلمة الحق، أيوة هاجر. طيب قال وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. طيب يا أخوانا، ارتباط هذا الموضع بما نحن فيه من فهم دين المرسلين ومعرفة دين المشركين، موضع الهجرة ده ارتباطه شنو يا أخوانا؟ هذا الناس تفهم، أنا يهمني أكثر الناس تفهم الموضوع تمام. طيب القصة طلعتوا منها بشنو؟ أها. ممتاز، هذه فائدة، فائدة جميلة. ليس كل من كان مع الكفار فهو كافر، انتبهوا، لأن هؤلاء كانوا مع شنو؟ مع الكفار، وخرج معاهم شنو؟ في الجيش بتاعهم. وسا اليوم عند السرورية، لأنه ده الناس متطرفين وفهمهم للإسلام فهم متطرف، يقول لك أنت مع الكفار، أيوة عاونت الكفار، مركت معهم ما عاونتهم، يقول لك كافر. هاي كافر كيف؟ طيب ده الكفار ما كفار. ربنا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما قال كفار. ومع ذلك كون ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك مأواهم جهنم، هل معنا ده كفار؟ لا، هذه من نصوص الوعيد. نعم، هذه من نصوص الوعيد يا أخواننا، ما معنى كفار؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الزاني وعن شارب الخمر وعن قاتل النفس، ربنا قال عنه شنو؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تمام؟ فكونه في النار ما معناه كافر، وكونه خرج مع المشركين ما معناه مشرك. هذه فائدة أولى، لكن هذه الفائدة نحن بننفي بها شبهة التكفيرين السرورية، لكن الفائدة الأصلية اللي بتخص الكتاب ده هي شنو؟ آية ما تس. أها. تمام، هذه الفائدة. يحرم على الإنسان البقاء في بلاد الكفار إلا أن يكون قادرا على إظهار دينه والدعوة إليه. أما أنت ما قادر على إظهار دينك ولا الدعوة إلى دينك،
لا يجوز لك البقاء في بلاد الكفار. طيب، ومن باب أولى يا أخواننا، إذا كان الليل الإنسان هو قادر على إظهار دينه والدعوة إليه وما في بأس ولا في غضب، ومع ده كله يكون ساكت وما دار يظهر شعائر دينه، تلقى بدسي متخفي وما دار يظهر، يقول لك الجماعة أنا خايف يقولوا عليه وهابي. في ناس عندهم الفهم ده، يعني يقول لك يا أخي حيقول عليه شنو؟ عشان يقول أنا وهابي؟ طيب ما يقولوا ماله؟ خليهم يا أخي، الدار يقول وهابي اللي يقول، الدار يقول غيره اللي يقول، أنت في النهاية طلع الواجب من رقبتك زي ما يقول، ده واجب عليك، أظهر دينك، أدعو إلى دينك الحق وإلى التوحيد الصافي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة الردة. طيب قبل ما ندخل في ده، ما في يا أخواننا زول يسيء الفهم أننا نقصد بالهجرة والكلام عنها إنه الناس تهاجر من السودان، ها؟ وتمشي دولة الخلافة زي ما بيقولوا بتاعنا داعش، تركب تمشي دولة الخلافة في داعش. الهجرة عندنا هنا المقصودة يا أخواننا الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ونحن عندنا بحمد الله بلدنا دي من بلاد المسلمين وندين فيها بالإسلام. وإن كانت توجد قوانين وأوضاع غير القوانين الإسلامية، لكن هذا لا يعني أن الناس كفروا. وعندنا المسألة فيها تفصيل طبعا في منهج أهل السنة، حتى الحاكم الذي حكم بغير الشريعة الأمر فيه تفصيل، ما هو طوالي مرق برا الإسلام زي ما بيقولوا التكفيريون اليوم، يقول لك حكم بغير الشريعة، أيوة برا ما مسلم. ليه؟ يقول لك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن طوالي كده، طوالي كده بس ما حكم كافر؟ لا، لأن الكفر المقصود هنا العلماء قالوا إما الكفر الأصغر أو الكفر محمول على الاستحلال، ده كلام أهل العلم، كابر عن صاغر، من علماء العصر إلى الصحابة ما تجد غير هذين القولين، وهم في النهاية مرجعهم قول واحد طبعا. إما الآية دي معناها شنو؟ كفر أصغر، يعني كفر دون كفر، كفر ما يخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد أبقى من صاحبه فهو كافر. أها، كافر معناه مرق من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أتى امرأته في دبرها فهو كافر، مع إنه نصوص الكتاب والسنة تشهد إنه هؤلاء ما خرجوا من الملة. تكفر شنو؟ أصغر. ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة. هذول لما يطعن في نسبك يقول لك انت قبيلتك كده، ايوه انت قبيلتك ما نافع، هذا كفر، كفر ده. لكن هل بيمرق من المله؟ لا. طيب، فيبقى الايه دي تفسر بالنصوص دي كلها يا اخواننا. فاولئك هم الكافرون، ما معنى كفروا مرقوا من المله؟ قد يكون خرج من المله وقد يكون ما خرج، هذا بحسب الاعتقاد في المسألة دي، مش في كل مسألة، في مسائل تانية يا اخواننا ما يشترط فيها تسأل عن الاعتقاد، ما يشترط. زول شال المصحف، يا هو ده قدام المصحف شايفه، ده مصحف، شال المصحف كده طق بالحيطة، هذا كفر. زول سب الدين، هذا كفر.
سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الله، سب الأنبياء، هذا كفر. ما نمشي نسأل نقول له طيب أنت تعتقد أنت سبيت النبي، هاي سبيته وتاني بسبه، يقول لك تقول له طيب اعتقادك شنو؟ هذا سلم اعتقاده، هذا كفر. إلا أن يكون إنسان مثلا خرج من عقله من طوره، ما فاهم، هو سكران لأي سبب من الأسباب، بعد ذاك يحرم عليه السكر الأول، لكن لا يترتب عليه الحكم ده لأنه ذهب عقله، عقله ذهب. العلماء قالوا إلا من أغلق الإغلاق، الزول ما يدري أهو في الأرض أم في السماء، خلاص. ده لو قال كلمة في هذه الحالة ما يحاسب بها، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى الصيغ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى فهذا في حال المجنون. أما ذا الواعي، واعي تقول له يا أخي داير تقرأ قرآن، يقول لك هاي، يقول لك المصحف، يمسكه في يده كده عنده مصحف، يا أخي يقول لك كرهتونا طق قبل حيطة، كافر ده 60 كافر ولا في نقاش ده، تمام. فيبقى يا إخواننا المسألة دي قلنا فيها شغب، تكفيرون بيعملوا بها شغب كثير جدا، ولكن في النهاية هم مرادهم يصلوا إلى تكفير الحاكم، عشان دار يصل إلى الكرسي بتاع الحاكم ده همه كله، ما همه تصنيف الناس لمسلم ودي ما مسؤوليتهم ذاتها. انت هل مسؤوليتك ده يصنف الناس مسلمين يقفوا بيجاي، كفار يقفوا بيجاي، هل دي مسؤوليتك انت؟ شباب يا اخي الواحد ما بلغ 18 سنة من عمره يجي تلقى عنده لسه بتاعت المسلمين في السودان، اقول لك مصعب حسنين في ام مغد، وما تعرف عبد الجليل مراد في مجمينة، يا ذول انت موضوعك شنو؟ هل انت مسؤول؟ اقول لك عندنا حتى الان لسه فيها 18، يا ذول السودان ده جد من عارف لين ولي، ولا ده القديم والجديد ليه كوسي؟ كله ده فيه 18 نفر مرة واحد. زمان اسمه الأسد ده كان في عطبرة ومعه صاحبه تاني، تكفيرين اثنين ديل انت عارف معتبرين نفسهم هم بس المسلمين الاثنين، ديل بيجوا في الصلاة ذاك بيقيف، الإمام واحد منهم الثاني يقول استوي يا الأسد، ما عنده شغلة مع الواقفين الباقيين ديل تاني، استوي يا الأسد، الأسد يستوى طوال يخش في الصلاة، اثنين بس. هذا من السفه يا اخوان، كما نقل الخطيب البغدادي في التاريخ بغداد قال طاف خارجيان بالبيت، طايفين بالبيت الحرام، فالتفت احدهم الى الاخر، ده شكله عقل وقعت له الحكايه، ده طبعا هم الاثنين ظانين نفسهم المسلمين براهم، التفت احدهم الى الاخر قال يا هذا جنه عرضها السماوات والارض اعدت لي ولك، داك داري يثبتوا على قناعته، قال له نعم، قال تركتها لك، خش انت براك انا ما داير ازال، قال وترك مذهبه فادخل له. ما ممكن يا اخواننا، جنة عرضها السماوات والارض تخط لي لسه فيها 8 انفار. على اي حال قال المؤلف الموضع السادس، قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء. شوف بتكلم عنهم، تعرف دائما في كل عصر من العصور بتلقى في عراك بتاع بيسمون علماء دي، واحد مفتي مدين لك لقب كبير، مفتي العام ومفتي البلاد، وتلقوا ده سبب الضلال. قال وهي قولهم هذا هو الشرك، يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا شيء، عندهم من قال لا إله إلا الله لا يكفر بشيء، ثاني ما بيمرق. وهذه الشبهة موجودة عندنا الليلة ولا ما موجودة؟
وزحيلتهم. الواحد يقول لك يا مولانا يعني زول بيبقى مشرك كده لو نده الشيوخ بيبقى مشرك؟ تقول لا. يقول لك بيقول لا إله إلا الله يبقى مشرك كيف؟ بس ده فهمه، بيقول لا إله إلا الله كيف يبقى مشرك؟ يلا هنا المؤلف داري يبين لنا إنه الإنسان ممكن يشرك بعد ما يقول شنو؟ لا إله إلا الله. طيب قال وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة. هو يتكلم عن العلماء ديل، والعلماء يتكلمون عن أناس اسمهم أهل البوادي، ده ساكنين بعيد البادية، دائما المناطق البعيدة من القرى. القرى أصلا في لغة القرآن والسنة هي الحضرة الثابتة، محلات الثابتة يعني مسمى الحضر إحنا الليلة، هذه القرى. القرية بعكس معناه عندنا إحنا، عندنا إحنا القرية أصلا المحلات الناس اللي بيكونوا روح حال وبيتنقلوا يقول لك دي قرية، لا القرية دي ثابتة تمام. والبعيد يسمى بالبوادي. فعندهم أهل البوادي ديل قضيتهم شنوهم؟ هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكن لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يفعلون من الإسلام شيئا واحدا. العلماء ديل اللي بتكلم عنهم الإمام هنا قالوا أهل البوادي مسلمون، مع إنهم فقط يقولوا لا إله إلا الله، ما عندهم شيء ثاني من الإسلام تمام. ويستدلون بنصوص كثيرة حنجي إن شاء الله لمناقشتها. طيب قال في تصريح تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة ولا شعرة من الإسلام تعالى، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، تركوا كل الإسلام، ومع علمهم بإنكارهم البعث. وكمان أهل البوادي ديل بينكروا البعث، واستهزائهم بمن أقر به، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. طيب استدلوا بشنو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كويس؟ بيجي في الحد هنا. لكن الأمر ده يا أخواننا لو تذكروا وقع في هذا نقاش بين أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما عزم الصديق على قتال أهل الردة. لاحظ عشان كده الزول اللي قرا تاريخ الاسلام بيعرف المسائل دي اتحسبت بدري جدا. لما عزم الصديق على قتال اهل الرده جاءه ابو بكر الصديق، الحديث في البخاري، جاءه عمر قال يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقيه، لذلك لما سئل علي رضي الله عنه من أعلم الناس قال أبو بكر، مع أنه الآن لو فتشت الحديث المروية عن أبو بكر الصديق قليلة جدا، لكن هو أعلم الناس لأنه بيطلع علم في وقت لا يوجد إلا عند أبي بكر الصديق، وكلام محكم بس في محله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب، قال جاب له تتمة الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، أيوة إلا بحقها
قال والزكاة حق المال. مش ده المنع الزكاة؟ نعم، الزكاة حق المال، ودي من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، ما لا إله إلا الله بلا أركان الإسلام، وإلا بحقها. قال والزكاة حق المال. عمر الخطاب قال ما هو إلا أن سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وعزم على القتال إلا قال وشرح الله صدري لما عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلمت أنه الحق. حق معه، لأنه قال له شنو؟ قال له الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها. خلاص إذا منعوا حق، قالوا والله لو منعوني عقالا، حبل يعني، مش زكاة ذاتها، حبل الزكاة بس، أو عناقا، كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقاتلتهم عليها. العلماء قالوا كما قال ابن حجر، ودي مسألة مهمة لأنه السروري عنده يشوفها في الحتة دي هنا، يقول لك إذن ترك الزكاة، مجرد ترك الزكاة يدل على إنه من ترك شيئا من الدين كفر. انتبه، يقول لك هؤلاء تركوا الزكاة، ومن ترك بس شيئا من الدين كفر. يقول لك والحكام تركوا الحكم بما أنزل الله إذن كفروا. فهمتوا المسألة؟ نشوفها كده، يقول لك هؤلاء تركوا الزكاة ما أدوها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم على ترك الزكاة. تمام؟ يقول لك والحكام ديل تركوا العمل بالشريعة، ديل تركوا العمل وهؤلاء تركوا العمل، إذن ديل كفروا كما كفر أولئك. نقول الجواب عليها، المعادلة بتاعتكم دي غلط كلها. هؤلاء ما تركوا، هؤلاء جحدوا وجوب الزكاة عليهم. وفي فرق بين الجحود والترك ولا ما في؟ الترك ده ممكن الزول يقول لك اي والله الزكاة واجبة علينا، اي والله عارفينها واجبة يا اخي، الله يقدرنا عليها. اول ما يجوا الجماعة بتاعنا اللي بيشيلوا الزكاة والضرائب وكده، الضرائب طبعا ما بتجوز، الزكاة كويس، جو جاي مرق بالباب الخلفي بينفات، الحق الزول اقبض ما في. في فرق بين ده وبين اللي بيجوا يقول له جيب الزكاة، يقول له الزكاة شنو يا ناس؟ في شنو ذاته؟ انت مش مسلم؟ مسلم اي، جيب الزكاة، ما في زكاة، دين الإسلام ده زكاة ما فيه، زكاة انتهت. طيب الأعراب دي لك جحدوا الزكاة كيف؟ قالوا ربنا قال، وكمان عاملين فإنهم دليل كويس، قالوا ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم معناه شو؟ أدعو لهم. قالوا النبي مات، اللي بيدعو لنا تاني منو؟ إذا زكاة ما في، فجحدوها، جحدوا وجوب الزكاة عليهم. لذلك قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهؤلاء جحدوا وجوب الزكاة، عشان كده كفر. وبالتالي انت تقول للسرور اللي بناقشك، تقول لي انت اثبت لي انه حكامنا الليله جحدوا العمل بالشريعه. لما تيجي تثبت لي تقول لي يا اخي ما طبقوا حد كده، ليه؟ ما طبقوا ليه؟ قال والله ده في الدين ما في، جحدوا كله. اذا جحدوا يناقشوا وتقام عليهم الحجه، وبعد ذلك يكفروا ويثبت عليهم حكم الكفر اذا اقيمت عليهم الحجه بالجحود. فهمتوا المساله؟ طيب نحن معلش استطردنا، وانا ما بحب امر كثير من المتن يعني عشان ما تتلخبط المسائل على الناس، لكن دي بس مهمه. طيب قال واستهزائهم وتفضيلهم دين ابائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. المساله دي انا شرحتها لك بالتفصيل ليه؟ لانه في شبهه حول الامام محمد بن عبد الوهاب، قالوا انه كفر البوادي. انا درك تعرف البوادي دي شنو؟ عشان ما بعد شويه يجي يقول لك كفر البوادي، يقول لهم معقول يا اخي؟
ليه يكفر البوادي؟ تكون ما فاهم البوادي ده شنو ذاته. البوادي قالوا لا اله الا الله، وثاني قالوا الدين ده ما في اي شيء، ما صلاه، ما في صيام، ما في، بل انكروا البعث واستهزؤوا بمن اثبت البعث، استهزؤوا به كمان. طيب قال ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين، قصدهم منو ذيل؟ ذيل علماء الضلالة، هؤلاء الشياطين المرضى الجهلة، أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله. قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، يعني كفر البدو، يعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم. يلا داري ورينا أصناف المرتدين. الناس المرتدين ده الإخوان ما واحدهم، اللي حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا شنو؟ أصناف. طيب قال فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. شوف ذا الدليل شنو كمان؟ قالوا لو كان نبي ما كان مات، مما مات معناه ده ما نبي. قالوا كويس. قالوا ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. يا الله دي النقطة المهمة يا أخواننا هنا، أقر بنبوة مسيلمة، مسيلمة الكذاب صاحب بني حنيفة، قصته معروفة لديه، قال في قرآن بيجيو وحي بينزل عليه، يا وبر، قال يا وبر إنما أنت أذناني، وشنو يا فيل خرطوم طويل يا أخي كويس، قال ينزل عليه وحي، وأشهد على ذلك رجالا، جاب لنا شهادهم زور، قال لهم ما بتشهدوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنت شريك لي في الرسالة؟ قال لهم نشهد، شهدوا معه، فصدقه ناس. كانوا يا إخواننا أنت متخيل المسألة سهلة، بنو حنيفة قرابة 100,000، عدد كبير خلاص، عشان تعرف إنه يا إخواننا ممكن الزول يجيب قول غريب وتلقى في ناس صدقوا ومعاه. بس احنا بلدنا ده اي شيء فيها اي حاجه. السدي مش من المعلوم من الدين بالضروره انه ما في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الليله ده انا متاكد لو مرقت للناس قلت لهم انا النبي في ناس بيباروك عادي جدا. اقول لك يا اخي ما ظهر نبي جديد وتديهم الايه دي وما محمد الا رسول قد خلت ها أه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني ممكن واحد يفسر لك أي تفسير، أتوقع أي تفسير. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مش كان محكم؟ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. جاءت مرأة اسمها لا، اسمها كده لا، قالت النبي قال لا نبي بعدي، قالت وأنا اسمي لا، إذا أنا النبي بعد النبي. يعني الناس أنت عارف الشيطان ده وقت يسوي للناس الباطل في النهاية بيلقوا لهم مبرر مقنع لهم ولأشباههم. لكن ده في الشرع ده كلام باطل، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فمسيلم الكذاب أقنع من معه أو دجل عليهم، أقنعهم بأنه هو نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنكر ولا أنكر لا إله إلا الله، لكن كفر ولا ما كفر؟ كفر. واللي معه كفر ولا لا؟ كفروا.
دي انت دارك ده الموضع القاصه المؤلف افهم الموضع انه ممكن انت تقول لا اله الا الله وبرضه تكفر. طيب عباد القبور المساله دي ناقش الامام محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات قاموا جابوا شبهه في الموضع ده قالوا مسيلم الكذاب ومن معه قال اللي مع مسيلم بنو حنيفة كفروا قالوا لأنهم رفعوا مسيلمة في مكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قالوا النبي معه. شو الشيخ عبد الوهاب ناقشهم كيف قال إذا كان من يرفع رجلا إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فكيف بمن رفع رجلا إلى مكان الله عز وجل يكفر ولا ما يكفر؟ نقاش عجيب ما في حيلة. عشان كده هسه الأمة كلها تنبذ محمد عبد الوهاب والوهابية ومات في الحمام. ليه أنت قايل؟ الكتب بتاعتي دي سخنة عليهم سخنة لأنها كتاب وسنة ونقاش بالكتاب والسنة وربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شغل ده تقيل عليهم جدا كويس. ف إذن يا إخواننا من أصناف الردة من كفروا اعتقدوا نبوة مسيلمة قال ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. قالوا مع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر. انتبه لكلمة ولو جهلوا ذلك. أخذ هذه العبارة بعض الناس من التكفيريين وظنوا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل. تفهم؟ دي مسألة مهمة. أولا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعذر بالجهل بل لا أعرف فيما علمت وفيما اطلعت أن أحدا من علماء السنة يقول لا يوجد عذر بالجهل مطلقا أبدا إنما يختلف العلماء في تقييم الجاهل وفي المسألة التي يجهل بها لأنه أحيانا تجد إطلاقات لبعض العلماء الناس ما يفهموها واحد يأخذ لك أول يقول لك شايف هنا قال ولا يعذر بالجهل. يا أخي معقول لا يعذر بالجهل لواحد من أمرين إما أن يكون للشخص هذا الشخص ما يعذر بالجهل تمام أو يكون للمسألة إنه المعلوم من الدين بالضرورة يا أخوانا ما يعذر فيه لكن هل المعلوم ده سؤال هل المعلوم من الدين بالضرورة ثابت في كل مكان؟ الأشياء المعلومة إخوانا أنتم ما تستغربوا العبارات دي الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني يعرف الصغير والكبير ويعرف المتعلم وغير المتعلم مثلا وجوب الصلاة في بلدنا دي الصلاة واجبة ده من المعلوم من الدين بالضرورة ولا ما منه؟ من المعلوم بالدين بالضرورة هذا معلوم لو سألت لك صغير كبير جاهل متعلم قلت له الصلاة واجبة ولا ما واجبة؟ يقول لك واجبة. الخمر حرام هذا معلوم بالضرورة ولا ما معلوم؟ معلوم بالضرورة الخمر حرام الليلة إذا كان زول في المسجد ده ومعروف خلاص علم معروف والأشياء دي في بلد معروف يجي يقول لك لا لا الخمر دي ولا حرام ولا حاجة حلال ما في شيء تشربها بعد الفطور كمان أحسن حاجة يقول لك هذا استحل الحرام ودي مسألة معلومة هذا يكفر. عشان كده لما تلقى إطلاقات للعلماء إنه ما يعذر بالجهل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول إنه العذر بالجهل أو المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان إلى مكان يختلف ويختلف من زمان إلى زمان. زمان تخيل في العهد الأول أو في القرون العهود الأولى
كان عندهم من المسائل التي تتعلق بتوحيد العبادة، كانت من المسائل المعلومة. أصل لنا عندنا مشكلة في الحتة دي. لو سألنا سؤال، هل في السودان هنا عندنا دعاء غير الله شرك من المعلوم من الدين بالضرورة؟ ها؟ ما من المعلوم من الدين بالضرورة ولا أي حاجة، مع أن دي من المسائل العظمى أساسيات الإسلام. لكن كده سامس يخش لك أي جامع يقولون يا أخوانا طبعا زي ما أنتم عارفين دعاء الشيوخ ده كفر بالله، ويقول لك عارفين وين ده توسل، والله يدور معاه غلاط ده لو ما قامت القرية ده توسل. يقول لك دعاء غير الله شرك، ده توسل، شرك توسل. أوه الغلاط يدور، ما من المعلوم بالضرورة ده، ما من المعلوم لك إنت، لكن ما لك كل الناس. عشان ما تقدر تلقى لك واحد دعا غير الله طوال انت بس دعا غير الله كافر، ويقول لك دي من المعلوم بالدين بالضرورة، معلوم لك انت. اعرف المسألة دي. عشان كده التكفيريون دائما يصطلحوا على اشياء هم يصطلحوا على هم واتفقوا عليها فيما بيناتهم، وكل من خالف كافر. يا اخي انت هل المجتمع ده بيتفق معاك في المعلومة اللي عندك انت؟ طيب السؤال هنا، هل بلغ المجتمع من العلم ما انه الاشياء دي تصير عنده من المعلومات من الدين بالضروره؟ فيبقى المساله دي يا اخواننا بتحتاج الى تفصيل والى تدقيق. واياك ان تتسرع وتحكم على انسان بكفر وخروج من الاسلام بمسائل انت يا اخي انت ما تضبطها، ما تحكم على احد، ما تحكم. واترك هذه المسائل يا اخواننا لاهل العلم ولاهل الدرايه واهل المعرفه، ما تشربك نفسك ساي. واحد انا دق عليه قبل يومين اختلفنا، قال لي والدجال البيجاي جنبنا ده كافر. انا قلت لهم كافر، ناس قالوا لي ما كافر، كافر ما كافر، غلط مدور. قلت له يا اخي انت مالك مال الموضوع ده، انت يا اخي دي مسائل بتدخلك انت في حرج اول حاجه، وتخلق لك فتنه كويس، وليس فيها مصلحة. قسم المصلحة فيها من ناحية علمية، شنو يعني؟ أنا جدار دجال بيجاي درس بتهم إنه كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كافر. لا أنت كطالب علم قدرت تعلم الناس، مصلحتك من المسألة دي شنو؟ أنت ما عندك منها أي مصلحة. يكفيك تبين لهم إنه زل على شرك، تبين لهم عقيدته الباطلة، تذكر لهم أقواله واعتقاداته وعباداته وضلالاته، وتحذرهم من الاتيان له والاستماع له، خلاص يكفيك، يكفيك كطالب علم. اما لو جيت لتحرير مساله انه الحكم عليه كعينا كشخص كافر او ما كافر، يا اخي ارجع المساله دي لمن هو ادرى منك، لمن هو اعلم منك، وليس لك مصلحه فيه ابدا، لانه مترتب على الحكم ده. خلاص مش ما تصلي وراه، ما بيحتاج تقول كافر، ما تصلي وراه، مش لابس حجابات ما تصلي وراه، خلاص انتهينا، ما في شيء ثاني. لكن في ناس بيشربكوا رقبتهم، الواحد يخش في حتات ضيقه ويجي يقول لك والله انا ثاني ما قادر اقابل الناس زي ذاته، واختلفنا معاه. اختلفت في شنو يا اخي؟ اختلف لك في مساله انت من المسائل ذات قيمه، اما دي مساله بالنسبه لك كطالب علم ما ذات قيمه. بالنسبه للتعليق السابق يا اخواننا اللي هو هذه المسائل بالنسبة لكثير من طلاب العلم هي من الفضول، من فضول العلم، مناقشة فلان كافر أو فلان كفر أو لم يكفر بعده وكذا. بالنسبة لمن يدعي الإسلام يعني، أنا ما أتكلم عن الكافر الأصلي، يعني القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة تنطبق أصالة على الكافر الأصلي، لأن الناس يفهموها غلط، يقول لك يا أخي طيب ولم يكفر الكافر فهو كافر، ولم يكفر الكافر دي أنت قايل بالنسبة ل بالإنسان المختلف فيه هذا كافر ما كفر، أثبت ثبت عليه وما ثبت عليه، ما بالنسبة لده. هذه بالنسبة لمن كفر كفرا أصليا، أو بالنسبة لمن كان كفره معلوما واضحا، كافر كفر معلوم واضح تمام، حكم عليه العلماء بالكفر وكفره ظاهر، هذا من لم يكفره فهو كافر. أما إنسان يا أخواننا زول أنت رأيت عليه أشياء وما أقمت عليه الحجة وامر مختلف فيه، فانت من فضول العلم انت حيل المسائل دي، حيله لمن هو اعلم منك وادرى منك،
عشان يحكم لك حكم منضبط بالكتاب والسنة شروط والكده. بعد ذاك تاني انت قل بما قال العلماء. طيب قال فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. طليحة ده طليحة الأسدي برضو من ادعى النبوة، لكن يا أخواننا طليحة عاد إلى الإسلام. طليحة الأسدي عاد إلى الإسلام وقتل في حروب الفرس مع المسلمين شهيدا. ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، هو الأسود العنسي، الأسود العنسي، وهذا مات على الردة، قتله فيروز الديلمي. وكل هؤلاء أجمع العلماء على أنهم سواء، سواء كلهم، من أخل بالشهادتين عبد غير الله، أو من صدق الأسود العنسي، أو من صدق مسيلمة، أو من صدق طليحة الأسدي، أو من صدق غيره، كل هؤلاء ارتدوا عن الإسلام. دل ارتدوا بأنهم جعلوا نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ارتدوا بأنهم جحدوا الزكاة، ودل ارتدوا بأنهم عبدوا القبور، كلهم مرتدوا. طيب قال ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال آخرهم الفجاء السلمي. الفجاء السلمي هذا من المرتدين أيضا، لما وفد على أبي بكر الصديق وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وقيل إنه هو من المرتدين، هو ما ارتد تماما عن الإسلام لكن قاتل المسلمين. تمام، انتبه للحتة دي. قال وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل. جاء أبو بكر الصديق قال ده قاتل المرتدين، أداه سلاح وأداه رواحل يعني دواب. فاستعرض السلمي المسلم والكافر، بقى بيهجم، بقى نصاب، ذو نصاب، وتعرض للكافر والمسلم، بيهجم بس لص، يأخذ أموالهم. فجهز عليه فجهز أبو بكر الصديق جيشا لقتاله. فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره. قال لو أنا ذاتي أمرني أبو بكر الصديق إنه أقاتل المرتدين، وانت كمان أمرك أبو بكر الصديق إنك تقاتل المرتدين، خلاص ما في داعي تقاتلني أنا، داير تخارج منه. قال فلم أكفر، قال أنا ما كفرت. فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقى السلاح فألقاه، فبعث به إلى أبو بكر الصديق، رجع أبو بكر الصديق فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. تبعت المسألة؟ طيب الأثر ده استدلبوه منه الدواعش، استدلبوه على تحريق الطيارة اللي حرقوه قبل فترة، الكساس بمش استدلوا بهذا الأثر. أولا يا إخواننا هذا الأثر العلماء عندهم عليه إجابات. الإجابة الأولى من حيث الإسناد لم يثبت هذا الأثر، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وغيره، تكلم عنه بالإسناد إنه ما ثبت أن أبو بكر الصديق حرقه بالنار. تكلم عنه أيضا ابن تيمية في منهاج السنة. اثنين، روي أن تحريقه كان بعد قتله، يعني حرق بعد ما قتل. تمام، فليس في هذا دليل. والإجابة الثالثة يا إخواننا فعل أحد الصحابة لا يعارض به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شنو؟ التحريق بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولا يحرق بالنار إلا الله. واستدل بهذا ابن عباس رضي الله عنه لما حرق علي رضي الله تعالى عنه الزنادقة، اللي قالوا لعلي انت الله حرقهم بالنار، فاستدل عليه ابن عباس بهذا الأثر. فليس في هذا دليل يا أخوانا للدواعش إنه يستدلوا به على تحريق الإنسان بالنار.
زد على ذلك مسألة، وهي أنه لو جاز أن يحرق بالنار فمن الذي يحرق؟ لو جاز من؟ الحاكم. هل الدواعش حكام؟ الدواعش ما هم حكام، هم عبارة عن مجموعة من الصبية تغولوا على المسلمين وترأسوا عليهم، وليسوا بحكام، وليس لهم دولة، وليسوا ولاة أمور على المسلمين. كما لما يجوا يحرقوا هم ولاة أمور، إنما هم عبارة عن لصوص ومجموعة من الخونة وأصحاب منهج الخوارج وناس مقبوحين منبوذين يحمل الفكر التكفيري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء. طيب، قال: فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا. قالوا كمان ده شنو؟ قالوا لا عنصرية، قالوا ده دين الحضر. الدين الفور كان الإسلام خمسة، ده دين الحضر. إحنا قالوا دين آبائنا بس فيه لا إله إلا الله. قال إذا قالوا لا، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال: وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام. ده واحد جاء حضر درس الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع المقصود به يعني الشيوخ الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. قال الشيوخ ديلك كلم عنه الإمام جبير، قال شياطينهم. قال أشهد بأنه نحن كفار والبوادي معي كفار برضهم، والشيخ اللي قال لنا إحنا مسلمين ده كافر برضه. قال: تم بحمد الله، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون يا أخوانا اكتمل عندنا هذا الكتاب، وبإذن الله عز وجل في الأيام القادمة حنعلن عن دورة قريبة، والشوية نفضة كده عندنا برامج قدامنا إن شاء الله ربنا ييسرها لنا تخلص بسرعة. بنعلن عن وقت الدورة القادمة تكون في كتاب معنى الطاغوت إن شاء الله في نفس المكان ده، حتكون في دورات في أماكن أخرى، لكن إن شاء الله في المسجد ده هنا حنعمل دورة في كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب يسمى بمعنى الطاغوت إن شاء الله تعالى، نعلن عنه في حينه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.